بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كده تعالوا نصحصح ونشرب لنا قهوة، وبعدين نشوف هنعمل شنو. عاوزين نعمل مناقيش زعتر بطريقة بسيطة جدا جدا وسهلة، وما بياخد من زمنك كتير. لو أخذ من زمنك كتير هياخد أقل من ساعة، هياخد معاكي أقل من ساعة. نحن إذا عاوزين نعمل إذا عاوزين ناخد مناقيش من مخبز هيكلف معانا زي تقولي إذا أنت أسرة بسيطة 80 درهم، إذا أنت أسرة كبيرة يمكن من أكتر من 100 درهم. فطيب تعالوا نعمل ب10 دراهم، 10 دراهم، لأنك أنت حتحتاجي لطحين وخميرة. إذا الحاجات دي متوفرة كمان خلاص تعالي نعمله مجان. نجيب المقادير كويس، حنجيب 2 كوب دقيق وملعقة ملح وربع ملعقة خميرة، ربع ملعقة خميرة، يعني ما حتكتر الخميرة. إذا أنت مستعجلة خدتي خميرة، إذا أنت ما مستعجلة ما تخدتي خميرة. أنا بس عشان كان في شوية استعجال الليلة أخدت شوية خميرة كويس. طيب 2 كوب دقيق ورشة ملح وربع ملعقة خميرة ومعاهم زيت، هتلخبط المواد الجافة مع بعض، وبعدين هتبسيه بزيت قبل ما تعجني بموية، هتبسيه بشوية زيت. نسيت معاه حليب باودر، 3 ملاعق حليب باودر، ما تكتر الحليب الباودر، 3 بكفي عشان يدوب. سر شنو الحليب الباودر بيخليه هش، بيخلي العجنة هش. العجينة دي بس للمناقيش، للبيتزا لا، للفطاير لا، لأنه ما فيه المواد اللي بنستخدمه في عجينة البيتزا وفي عجينة الفطاير كويس. بعد ما نبس المواد الناشفة دي بالزيت هنجيب موية نعجنه. طب أوكي، المويه ما تكتر المويه في العجين، ما تكتر المويه في العجين خالص، بمويه بسيطه جدا. ليه؟ لانه العجين بتاع المناقيش والبيتزا داير عجن، يعني انك انت تعجني، كل ما عجنتي كل ما العجين حتطلع معاكي ظابطه شديد. تعجن تعجن تعجني العجين حيطلع معاكي ظابطه شديد، ما تكتري مويه. ولما تحسي انه عاوز مويه يعني انه هو يابس، هتقوم تشيلي بيدك شوية زيت وحتواصلي في العجن. عجني مسافة زي 5 دقائق او مثلا اكتر من 5 دقائق زي ما انت دار. كل ما حسيتي انه العجين قاعد يتلمع عجني، شفتي؟ هتبسي بشوية زيت، بسيت العجين بشوية زيت هيطلع انه هيتلمع كده مع بعض بدل ما تزيدي موية. لو زدتي موية هيبقى معاكي لايوق، وما بعدين حتتعبي في انك انت تفردي العجين وتاني حتحتاجي لدقيق، لا عشان ما تعمل تخشي في الجوطة دي كلها بس تعجني. اخدي من وقتك زي 3 دقائق زيادة، 4 دقائق زيادة، عجني العجين كويس تمام. بعد ما عجن شفتي حتشيل العجين وتشوفي كده ما حيمسك في يدك ولا حيمسك في الباغة، كل ما عجنتي كل ما حيكون معاكي طري وظابط. بعد ما عجن العجين العجينة بتاعت المناقيش، مرات بعمل بيه زعتر، مرات بعمل بيه زبيب خضار، مرات يعني زي البيتزا، لكن شنو على أخفة بعمله بخضار وجبنة، ومرات بزعتر بس، ومرات ممكن تعمليه بلحم مفروم زي ما انت حابة. جبت زعتر وحاخد عليه زيت زيتون، جهزنا الزعتر مع زيت الزيتون. العجين حيكون أخذ من زمن زي نص ساعة أو أقل. هتقومي تعمل شنو، هنفرد العجين ونجيب الجهاز اللي عملت بيه المناقيش. الجهاز ده رهيب شديد، تعملي بيه بيتزا، تعملي بيه مناقيش، تعملي بيه فطاير اذا انت مستعجله. الجهاز سمح شديد، بيساعدك في حاجات كثيره كويس. حفرد العجين، بعد ما افرده في النشابه هقوم احطه في الجهاز واحطه اوزع عليه الزعتر، عشان لو داري تعرفي انه الحاجه دي ظابطه كيف، انه العجين ظابط والمناقيش هيظبط معاكي، هيعمل زي بتاع المحلات فقاعات من تحت، يعني هيعمل لك زي فقاعات كده بوالين، هيعمل بوالين من فوق العجينة هتشوفيه في الفيديو. اذا انت في ابو ظبي بتقدر تجيب الجهاز من فاميلي مارت، ما متذكرة سعره لكن سعره عادي وسط، وبتقدر تجيبيه من المولات تقريبا او من كارفور. في منه احجام كبيرة وفي منه احجام صغيرة. الحاجة دي بتساعدك شديد، بتساعدك في القرب، ممكن عادي تعملي بيه قراريس كمان، ممكن تعملي بيه بيتزا. وزي ما هسي بعمل المناقيش هتشوفي الجهاز ده هيظبط المناقيش كيف.
كويس. وزي ما وريتكم اذا عاوزة تعرف العجينة ضابطة من تحت حيكون حيعمل فقاعات، العجينة حتعمل فقاعات رهيبة، وريحة العجينة مع الزعتر حاجة رهيبة شديد. هتشوفوا في باقي الفيديو العجينة راح تظبط معاكي كيف. ارفع شوية العجينة واشوف اذا قاعد يتحمر، خلاص بدأ انه يظبط، يتحمر شوية من تحت. بعدين حنزل الجهاز، حقفل الجهاز لانه الجهاز فيه حرارة من فوق، بنجد لك من فوق ومن تحت. الثاني اذا زي ما وريتك اذا حجم المناقيش بتاعك وسط ممكن يشيل 2 او ممكن يشيل 3، اذا صغير بشيل معاكي كمية، ممكن يشيل معاكي 4 اذا عامل حاجة صغيرة او 5. الزعتر على العجينة الثاني، بعد ده هقفل الجهاز، هقفل الجهاز عشان ينجض من فوق. الجهاز زي ما وريتكم فيه حرارة من فوق ومن تحت، مسافة زي هي أقل من 5 دقايق حينجد لك من فوق. شايفين الفقاعات اللي كلمتكم عنه؟ كده معناته عجين ضابط وما عنده أي مشكلة. خلاص زي ما وريتكم إذا عاوزة تعرفيه بيعمل لك فقاعات رهيبة كده من فوق، وممكن تعملي بلحم مفروم وممكن تعملي بخضار زي ما انت حابة. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه.